لاباس عليكم بخير. اليوم غادي نشارككم واحد الفيديو غادي نديرو ان شاء الله تغيير ديال السراول. ديجا عند منتي هاد السراول القدام وهذا مبقاش تيقدها، قصر عليها. غادي نشارك معكم كيفاش غادي نرجعو باش بدا تلبسو وهي تتحمق عليه عزيز عليها. كاين شي سراول قدام عندها ومازال تبغيهم تلبسهم ديال هادشي. دونك غادي ناخدو هاد الشبيكه، غادي نحاول ندير هنا هكذا باش هكا تيجي شيك وفي نفس الوقت يرجع زوين وبدا يقدها وتلبسو. دابا غادي ناخدو القياس، غادي نعبرو على هاد ناخد القياس ممكن تلصقو بهاد اللصاق ديال المسدس الشمع او هاد بي 7000. دابا غادي نديرو بي 7000 ونلصق. صافي نبرك، تخلي واحد الوقت غادي تقبط راسها وانتم معايا. صافي بعد ما لصقت هذا هاكي تيجي. دابا بقى لي ان هذا لصقو في الرجل الثانيه وانتم معايا. صافي بعد ما ساليتهم كده تشوفوا لصقتهم. دابا بقى ليا غادي ندير الستراس، هادو غادي تلصقوا بهاد الكوايا ولا باش تلصقوا. اللي ما عنده هادي يدير هذاك الحديده او مصلوح، كل واحد شنو كيسميه. دابا عندي ناخد هاد الستراس غادي نحطها هنا اللي عندو الحديده يديرها، اللي ما عندوش يدير هادي. صافي هاكي تيجي، تنتمنى يبان لكم. هنكمل الرجل الاخرى ارجع معكم. هو بعد ما ساليتو هاكي تيجي، درت لي هنا الستراس كذلك كتيجي الرجلات. دابا ولا قياسها لانه كان قصير عليها. دابا غادي نمشيو شكل اخر وانتم معايا. كذلك هذا السروال هو ديال التشين قدم عليها، قلت ان باقي قدها، قلت عاود نزوقو. الا درت هكذا غادي يجي ترو شارجي يعني بزاف. غادي نقص، غادي نقطع كل وحده وحيده ونلصقها. هانتوما معايا بحال الصفات
هما كي تتشوفو غادي ندير بحال هكا الشكل هكا، تيجي خفيف ماشي بحال هديك البنده هكداك. كله غادي نديرو هكدا على السخو، وانتم معايا صافي. غادي نلصقو انا اخت كل وحده ندير ليها لصاق ولصقها اللصاق ديال السيليكون دغيا تيلصق. قدت لي هادو عطاه شكل تاني، شكل راقي زوين. دابا بقى لي عند هاد السروال فيه واحد الطبيعه هنايا. دابا هادي باش نغطيوها غادي ندير هنا واحد الوريطه هكذا بحال هكذا صافي، ولصقها هنا ديك الوريضه اللي تنصايب ها هي كدا. نحاول نظهرها صافي. هاد اللصقه هنا ها هو بعد ما ساليتو كي تيجي ديك الوريضال غطيت بها هذيك البليصه الخايبه تنتمنى يعجبكم. دابا غادي ندوز الشيء الثالث، هذا غادي ندير ليه لاستخاص لانه ديجا فيه وريضات وهذا ندير الاستخاص. وانتم معايا صافي. دابا غادي نلصق هاد الاستخاص اللي عملت هنا، نرجعو شكل تاني وراقي جميل صافي. دابا انا قديتهم هادوك الاستخاص، دابا بقى لي نقد هاد الوريضات كي تشوفوا هذه هاد الفراشه هاد القلياب كلهم عندي ليهم وانتم معايا صافي. هنا ساليتو ها، تنتمنى يعجبكم هذا الشكل سي ولا زوين وراقي صافي. شكيله ديال السراول هما كتيبان كذلك هذا هاد الشكل تاني الوريضة ديالو كي تيجي كذلك هذا الاستخاص. تنتمنى هاد إعادة التدوير ديال السراول يعجبوكم، إلا عجبوكم ديرو ليا لايك، وتنتمنى هاد الفيديو ينال رضاكم والتفاعل ديالكم لانه تنحاول زعما ما امكن ندير شي حاجه اللي تعجبكم
إذا عجبكم هذا الفيديو ديروا لي لايك، كل ما تشتركوا القناة تشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وحصري من قناة ميري تيفي. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله، مع السلامة.